أكد القائمون على البرنامج الوطني للكشف المبكر على سرطان القولون أن وزارة الصحة ملزمة بالقضاء على سرطان القولون، محذرين من خطورة تزايد نسبة المرض في الآونة الأخيرة، وأعلنوا أن الوزارة بدأت ببرامج الكشف المبكر على سرطان الثدي تمهيدا للعمل على آلية جديدة وهي الكشف على سرطان البروستاتا للرجال والمثانة للرجال والنساء. الموضوع مو بهالسهولة انه يترتب وينعمل مثل ما راح ينعمل بالكويت لله الحمد. بلشنا بالكشف عن هذا المرض لان عندنا نسب هالمرض في ازدياد لسبب بسيط. الفئة العمرية الكبيرة قاعد تكبر. كان معدل العمر بالسابق 60-65، الحين وصلنا فوق 70-75، فالفئة العمرية تزيد، المرض هذا يزيد مع الفئة العمرية، وحنا ملزمين كذلك كوزارة صحة للقضاء والسيطرة على مثل هذه الأمراض